النهارده خامس يوم رمضان هنعمل two workouts the plank variations. The plank is a very basic movement بتقوي الكور عضلات البطن والرجلين والضهر. خمسه different plank variations هنعملهم. We're going to hold the position 30 ثانيه وهنريح 30 ثانيه. ابتدي ايزي تاخد كتفي. اسمي كله في خط مستقيم. Four times. لا بصي بيتنا فوق ولا بيقطع. ان انا اجيب رجلين الاثنين قصاد بعض او ان انا احط ركبه واحده على الارض واثبت كوعي على الارض بثبت. حاولوا توسطكم من 10 تحت. انا بقى الورك اوت بتاع النهارده هنعمل 15 مينت امراب 5 بيربيز 10 بوش ابس 15 سكوتس. Please post how many rounds you did in the comments below. See you tomorrow.